مصر الزراعية وتصريحات حصرية لأول مرة وبرنامج الحصاد حصريا في 8 مساء. هذا البرنامج الزراعي. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه مصر الزراعيه، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج الحصاد تاتيكم يوميا في 8 مساء من الاحد الى الخميس. النهارده هيكون معانا فقرات هامه جدا، طبعا عارفين انه تم تغييرات جوهريه في يعني مجلس الوزراء، ومن ضمن الوزراء الجدد كان وزير الزراعه الجديد وهو الدكتور عز الدين ابو ستيت، وظلت الدكتوره منى محرز نائبا للوزير في هذه التشكيله الجديده. النهارده هنتكلم عن الثروه السمكيه والثروه الحيوانيه والداجنه، مدى التطور اللي ممكن يطرق عليها، التكليفات الجديده ان وجدت من وزير الزراعه لنائبته حتى تستطيع ان تنهض بهذه الثروه فيما هو مقبل من الايام. هيكون لنا حوار ان شاء الله مفصل وطويل مع الدكتوره منى محرز. ايضا هنتكلم في فقره حواريه اخرى عن القطن، لا شك انه تم إنجاز كبير فيما يتعلق بملف القطن بعد أن كان قد تراجع كثيرا في السنوات الماضية. بالفعل تم تبني خطة لزيادة المساحات المزارعة وزادت بأكثر من 50%. المهم التسويق الجيد، المهم أن هي تدخل في منظومة تعظيم الإنتاج بجعله مصنوع وليس فقط مصدرا في شكل مواد خام. النهاردة هنتكلم مع أساتذتنا في مركز البحوث الزراعية من معهد بحوث القطن، وهنتكلم بشكل مطول عن النهوض بهذا المحصول. دي إن شاء الله هتكون فقراتنا الحوارية، والآن هصحب حضراتكم في جولة إخبارية نبدأها طبعا بعلاقاتنا الخارجية اللي الرئيس السيسي بيحاول يحافظ عليها ويهنئ جيبوتي وفرسان مالطا بعيدهما القومي. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد يحيى أمين من رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، كما أوفد أحمد محمد إيهاب أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة فرسان مالطا بالقاهرة للتهنئة بمناسبة العيد القومي. كل عام وهذه الدول بخير وعلاقتنا بها جيدة دائما. طبعا احنا حريصين ايضا على استقرار الدول العربيه الواقعه في اقليمنا وحتى في منطقه الشرق الاوسط كلها، احنا حريصين على انهم ينعموا بالاستقرار بعد سنوات الفوضى اللي سادت المنطقه في السنين الماضيه. من هذه الدول الشقيقه والعريقه في المنطقه دوله العراق، ودلوقتي بتشهد تشكيل حكومه عراقيه جديده، والسيسي يعرب عن امله في تشكيل حكومه عراقيه وطنيه ممثله لكافه العراقيين. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اياد علاوي نائب رئيس جمهوريه العراق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل القائم باعمال رئيس المخابرات العامه. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس رحب بعلاوي مؤكدا حرص مصر على الوقوف بجانب العراق، كما اعرب عن خالص تمنياته بالنجاح في تشكيل حكومه عراقيه وطنيه وقويه تكون ممثله لكافه ابناء الشعب العراقي، مؤكدا الترحيب بالمشاورات السياسية التي تجريها التيارات العراقية المختلفة لتنسيق مواقفها، ومشيرا إلى دعم مصر لأي نتائج تحظى بتوافق الأطراف العراقية. وشدد الرئيس في هذا الإطار على حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية ورفضها كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك في إطار الثوابت السياسية المصرية تجاه كافة الدول في المنطقة وفي العالم. كما تم خلال اللقاء التأكيد على المكانة البارزة للعراق في الوطن العربي وأهمية استمرار مشاركة الفعالة في مسيرة العمل العربي المشترك. ناخد حضراتكم برضو في يعني جولة مع الأخبار الزراعة، وبمشاركة ثلاث وزارات مع الفاو والإحصاء
بتعقد ورشة عمل لدعم استدامة الغذاء والزراعة. عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والوزارات الأخرى المعنية أمس، عقدت ورشة عمل توعوية حول دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة خلال الفترة من 24 وحتى 26 من يونيو 2018. استعرضت جلسات ورشة العمل خلال اليوم الأول استراتيجية التنمية المستدامة مع عرض التقرير الوطني لها والإطار الاستراتيجي للأهداف وعلاقتها بالغذاء والزراعة وإطار برنامج الفاو الوطني وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى البرنامج الاستراتيجي الوطني لبرنامج الأغذية العالمية في مصر وبناء القدرات لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الفاو. ما زلنا مع الأخبار الزراعية، ووزير الزراعة مهتم جدا بمشروع غرب المنيا، وكان كتير من يعني المعلومات التي اختلطت بشائعات أثيرت حول منطقة مشروع غرب المنيا، ولذلك حرص وزير الزراعة بنفسه على تشكيل لجنة لتقييم مشروع غرب المنيا وتقديم توصياتها له خلال أسبوع. قرر الدكتور عز الدين بوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة من خبراء الأراضي والمياه بالجامعات المصرية ومركز البحوث الزراعية لتقييم الوضع الحالي لمشروع استصلاح 20,000 فدان بمشروع غرب المنيا، على أن يتم عرض توصيات اللجنة على الوزير خلال أسبوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تصويب مسار المشروع وفقا لهذه التوصيات ولضمان النجاح للمشروع وحل سلبياته. الحقيقة احنا أسرة البرنامج عدت تقرير مصور عن هذه الزيارة، وإن شاء الله يكون في نتائج جيدة ومبشرة توضع على مكتب وزير الزراعة. نروح مع بعض نشوف التقرير ونرجع نكمل جولتنا الإخبارية مع حضراتكم. أنا بوجه التحية والتقدير لكل اللي بذلوا جهد خلال الفترة السابقة في هذا المشروع، لأنهم عملوا في ظروف غاية في الصعوبة، وأحيانا واجهوا أمور صعبة، وبالتالي كان هناك بعض السلبيات التي لا تتعلق إطلاقا بإخلاص وتفاني العاملين والقائمين على هذا المشروع، ولكن كأي مشروع زراعي يمكن أن يتعرض لبعض الظروف المناخية والبيئية التي تؤثر على المخرج، سواء كان في مجال الإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي. أنا شايفة أن المزروع الإنتاج الحيواني هنا الحقيقة مشروع مميز، كل حلقاته متكاملة زي حضرتك شايف، تخزين الأعلاف من أول السنة موجودة، لو حضرتك شايف الحلبات اللي موجودة الحلاب الأوتوماتيك موجود، لو حضرتك شايف الآلية والعمالة المدربة، الحقيقة عملية التحسين الوراثي كمان موجودة في الجاموس المصري مع الجاموس الإيطالي، كل دي مدعاة ان احنا نقول هذا نموذج جيد. مازلنا مع حضراتكم في متابعة لأهم الأخبار، وطبعاً السياحة قطاع مهم جداً كان بيدر على مصر أموال كتيرة جداً قبل ثورة 25 يناير، تعثر هذا الملف بعض الشيء في السنوات الماضية، حاولنا إصلاحه بقدر ما وما زالت المحاولات مستمرة، وده دفع بصلاح حسب الله يعني وهو رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب أن يتحدث عن هذا الموضوع وعن قدرة حكومة مصطفى مدبولي على حل مشكلات قطاع السياحة. أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب أهمية زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برفقة وزير الآثار والعديد من المسؤولين للمتحف المصري الكبير،
وقال حسب الله في بيان أصدره اليوم الاثنين إن هذه الزيارة رغم أنها الأولى للحكومة الجديدة تعد رسالة في غاية الأهمية، وتؤكد على الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على النهوض بقطاع السياحة والأثار بعد حالة المرض العارض الذي أصاب القطاع على مدار 8 سنوات من العمل على حل مشكلات هذا القطاع المهم والحيوي، والذي كان يدر دخلا لصالح الدولة يتعدى 14 مليار دولار سنويا قبل عام 2011. أعرب الدكتور صلاح حسب الله كذلك عن ثقته الكاملة في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تحقيق النجاح في ملف السياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد تفقد أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير، وقام بجولة داخل معمل ترميم الآثار العضوية ومعمل ترميم الآثار غير العضوية ومعمل ترميم الآثار الخشبية ومنطقة الآثار الثقيلة، كما تفقد مخزن آثار الملك توت عنخ آمون ومخزن آثار الدولة القديمة، وقال إن افتتاح المرحلة الأولى منه سيكون في ديسمبر المقبل بإذن الله. هناك طبعا حركة تنقلات ولكنها محدودة في الداخلية، وخاصة قطاع أمن القاهرة، ده اللي صرح به مدير أمن القاهرة، واعتمد بالفعل حركة تنقلات محدودة أبرزها نقل رئيس مباحث حدائق القبة. اعتمد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حركة تنقلات محدودة بين صفوف رجال مباحث القاهرة، والتي جاء أبرزها نقل المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة من منصبه. وشملت الحركة نقل الرائد محمد جهاد من رئيس مباحث الأميرية ليشغل منصب رئيس مباحث حدائق القبة، ونقل الرائد أيمن عبد الحافظ من رئيس مباحث بدر إلى رئيس مباحث الأميرية، وترقية الرائد محمد عبد المنعم معاون مباحث المقطم ليشغل منصب رئيس مباحث بدر. ربنا يوفقهم في مناصبهم وأماكنهم، وده شيء طبيعي جدا، دايما يعني رجال الشرطة بيتنقلوا من مكان إلى آخر كل فترة. الجريدة الرسمية بتنشر قرار التعليم العالي بقواعد قبول الحاصلين على الثانوية العامة. نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن نظام وقبول وقواعد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والثانوية الأزهرية عام 2018. شمل القرار المتقدمين للتنسيق 2018 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والخاضع لقانون تنظيم رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية في العام 2018 و2019. كل تمنياتنا بالتوفيق لطلبة الثانوية العامة، وأنهم يكونوا إن شاء الله يعني تنطبق عليهم الشروط والقواعد اللي بتجعلهم يلتحقوا بالجامعات إن كانت هذه رغبتهم. احنا بنحاول نحافظ على النظافة بقدر الإمكان في كل جنوبات مصر، وده مش بس جهد حكومي بيبذل عن طريق خطط معينة بتضعها وزارة البيئة ويعاونها فيها المجالس المحلية، ولكن أيضا المفروض أنه يكون سلوك شخصي. على أي حال، محافظة القاهرة عملت 20,000 جنيه غرامة للمحلات الممتنعة عن وضع صندوق قمامة. أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة إن غرامة المحلات التجارية الممتنعة عن وضع صناديق القمامة أمامها للمرة وفقا لقرار المحافظة على البيئة 20,000 جنيه بعد تحرير محاضر مخالفات بيئية ومحاضر بيئة. وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء خلال اجتماعه بهم التعامل مع صناديق القمامة أمام المحال بجدية تامة، مطالبا بمنع أصحابها من إغلاقها وإتاحتها لمرتادي المحال والمرة ضمن مبادرة الرصيف حق للمشاة. يذكر أن محافظة القاهرة أطلقت مبادرة جديدة بعنوان الرصيف حق للمشاة، تهدف لإخلاء الأرصفة من الإشغالات والحفاظ على حق المواطن في السير على رصيف نظيف. نتمنى ده الحقيقة، ده موضوع مهم جدا. طبعا المبلغ كبير 20,000 جنيه، لكن يعني صندوق القمامة في النهاية مبلغه زهيد جدا، فلو كل محل وضع صندوق قمامة ده هيساعدنا جدا ان احنا نلقي قمامة واحنا ماشيين في هذه الصناديق حتى كمرة. في نفس الوقت احنا بنشوف حل الرصيف كله بيبقى العربيات موجودة فوقيه، كل محل حاطط حاجات قدامه عشان يمنع الركنة وهكذا، وبالتالي ما بقاش عندنا رصيف تضطر الناس انها تمشي في الشوارع، وده بيعرضها لخطر كبير وبيؤدي الى الازدحام
المروري، فده يعني مكسب لنا إن شاء الله يتم تطبيقه في القاهرة وغيرها من المحافظات الأخرى. ما زلنا مع محاولات تحقيق النظام في الشارع المصري، علشان كده هنتكلم عن الحملات المرورية الموجودة بالشوارع لتوعية السائقين وتحقيق الانضباط. شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية وتوعية مرورية على الطرق السريعة لقائدي السيارات تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وقامت الإدارة العامة للمرور بالاستعداد لفصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور. قامت بشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة، مع بدء توعية مرورية لقائد السيارات تحت مسمى أسبوع التوعية المرورية، وتوزيع مطويات على قائد السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث. كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق. في أرقام كمان لمواجهة أي أعطال، الرقم هو 012211114 0122111 4. هذه الأرقام لمواجهة أي أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية. وتم نشر قوات نظامية وتنبيه على قوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة للتأكد من التزام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة. أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات للالتزام ومساعدة رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين. إن شاء الله الناس كلها تقضي فصل صيف سعيد وتستطيع أنها يعني إن كانت لها قدرة على المصيف أنها تستمتع بوقتها بدون أي أضرار أو مشاكل لا لعرباتهم ولا للطرق ولا للقوى البشرية. آخر خبر معانا عن أحوال الطقس، وبإذن الله غدا الطقس معتدل بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26 درجة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة أيضا على شمال البلاد. أما الرياح فأغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، مطروح العظمى 34 والصغرى 22 درجة. بهذا النبأ عن حالة الطقس بنكون وصلنا إلى ختام فقرتنا الإخبارية في برنامج الحصاد. بنفكر حضراتكم بأن احنا عندنا فقرتين حواريتين، فقرة هتكون بإذن الله الفقرة الثانية مع دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهنتكلم معها بالتفاصيل عن يعني الخطط والمشاريع الجديدة والتكليفات الجديدة اللي صدرت لصالح الزراعة. أيضا هنتكلم في لقاء آخر بعد الفاصل مباشرة عن القطن المصري. قطع نشوط فيما يتعلق بتنقية القطن المصري من الشوائب العالقة به في إعادة زيادة المساحات المنزرعة مرة أخرى. هنتكلم بتفاصيل أكتر عن كيفية النهوض بهذا المحصول وعودته إلى سابق عهده وأحسن بإذن الله. هيكون معنا في هذه الفقرة دكتور مصطفى عطية رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية، ودكتور عماد عبد العظيم الأستاذ بقسم تربية بحوث القطن بمعهد بحوث القطن. ابقوا معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل.